عينيها ستر وغطا، وفي حضنها الكلفتا. من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا، عينيها ستر وغطا، وفي حضنها الكلفتا. من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا، بختار حياتي وحبها مقدر. ما انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين، انا مهما اشوف منها او اتكتر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي ما انا ابنها انا بدعي، ولا بذرتي مخلطة. همي وغايتي ومطمعي ما انا ابنها انا بدعي، ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. عز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربة. فعز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربة. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم معجبه. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم معجبه. بختار حياتي حبها مقدر، ما انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين، انا مهما اشوف منها او اتكتر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي ما انا ابنها انا بدعي، ولا بذرتي مخلطة. همي وغايتي ومطمعي ما انا ابنها انا بدعي، ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. يا زينب عايزه مني ايه دلوقتي؟ عايزه اقول لك انه احنا مش عايزين ندي الخواجايه فرصه تمسك علينا غلطات. انا بدي اعرف ايه الغلط اللي انا عملته؟ انا عاوز اعمل فرن في الجنينه يا فاطمه مثلا، فيها غلط دي؟ ابدا يا اختي. امال اعمل الفرن فين؟ اعمله تحت السرير؟ والله ده حاجه تضحك، ولا اعمله تحت الترابيزه السفره؟ فكره برضو. بلاش منه الفرن اللي هيجينا من وراه وجع دماغ يا ام سيد. صدقي البنت بتتكلم صح. ازاي انت مش فاهمه؟ هقول لك الحقيقه، ان هي قصدها كده كرامين ايه، ان احنا الثلاثه كده تلغي شخصيتنا خالص، وهي بقى تفرض نفسها، يعني جت تطل غلبت الكل. لكن لا، احنا مش لازم نسكت. يا ام كرم يا حبيبتي، دلوقتي لو حطيناها في دماغنا هتاكل دماغ الباشا وتبلف. لازم نسايس نضرب ونلاقي، لازم نحلها بالطريقه دي. يا بنت القروبة يا زينب، صدقي شوفي شوف البيت. مال قالوا احنا كنا بنستخف بعقلها؟ لا. قد كده يا فاطمه ودماغها قد كده، اتاريكي مصحصحه. اللي بيتعامل مع الانجليز لازم يشغل دماغه كويس قوي. زينب دي لازم اخد بالي منها كتير. شور ماما، شي از سو سمارت. هي ذكية وأعرف إزاي يتصرف أكتر من اتنين ستة تاني. كمان سلطان حب زينب كتير،
وخاف هي ازعل. عشان كده لازم زينب اغلط عشان سلطان ازعل منها. حبك ازاي دي؟ نشوف فوزي، نشوف طريقه خلي زينب اغلط عشان سلطان ازعل منها مش اسمع كلام. لكن انتي ماما ليكي تاثير كبير على ده. سلطان حب فلوس وبيزنس كتير، وهو ده اللي انا لازم اقصر بيه عليها وبسرعه. يعني انت بعت لي دلوقتي وموعدني عشان الحكايه اللي بتقولها دي؟ طبعا جمري، راجل امده ده اعمل مشاكل من وراك عشان عاوز ياخد شغل اورمز، وانا مش اهب الطريقه دي. واحد مصري اعمل حاجه وحش من ورا واحد مصري زيه؟ يا عم ولا يهمك، في 60 دقيقه مش عايز الشغلانه دي، ارميها له. اصل دي لقمه منظوره، واللقمه المنظوره دي بتنزل بتسم العياري بعيد عنك. نو جامري نو، راجل امده ده راجل كذاب. هو ضحك عليا، خد ولاد مقاومه بعد ما جابهم لي، وانا لازم اخليه اندم. ده انت زعلان منه بقى وعايز تنتقم منه. شوف يا اخي ازاي اخص عليك يا خواجه. ده انا فاكرك بتعمل كده عشان بتحبني، وان احنا اصحاب، وفوق ده وده ان احنا كمان قرايب ونسايب. طبعا يا جمري انت عارف كويس انا احبك كتير قد ايه، بس راجل عمده ده خلى مكسول زعلان كتير. معاش ولا كان اللي يخليك تزعل، سيبهولي وانا هطلع لك عين اهله. اوكي جمري اعمل كده معاه، وان كان على العيال بتوع المقاومه ولا يهمك. بس خلي بالك الاول جمري تجيب ولاد مقاومه وبعد كده ايكاب عمده. ليك عليا اللي انت قلته ده هيحصل بالترتيب ده. الاول هجيب لك عيال مقاومه، وبعد كده اعاقب لك الراجل العمده ده على قفا اهله. عرفتوا اللي هتقولوه؟ يا عم عبد الله، يا عم عبد الله مش محتاجه حفظ، ما هي دي الحقيقه. بقول لك ايه يا سعد، بلاش غلبه، احنا بنتكلم دلوقتي عن الهروب. ايوه يا عم عبد الله حافظين والله. خلي بالك يا رفاعي من كلامك عشان انت خواف. لا يا عم طاوة، ده رفاعي درجوله. بلاش لماضه بلا رجوله بلا كلام فارغ، يلا منك ليه يلا. بصيتهم كويس يا جنرال؟ هم دول العيال بتوع المقاومة؟ يس يس بلك جمري، هم دول ولاد مقاومة. لا والله احنا لا مقاومة ولا حاجة. اخرس يا قلب، يعني ايه؟ هو الخواجة هيكذب ولا ايه؟ مش الخواجة اللي بيكذب، ده العمدة. أعوذ بالله، ده كلام تقوله؟ طب قول كلام يتصدق، العمدة يكذب معقول؟ طب تلاتة بالله العظيم ما عملنا حاجة يا كبير، والعمدة بعت لنا واحد اسمه ضاحي وقال لنا اعملوا روحكم المقاومه وفجرتوا الحفله بتاعت الجنرال، وكمان قالوا لاهالينا ان احنا مسافرين نشتغل باجره حلوه قوي، وقعدوا يدوا اهالينا فلوس واكل وهيعيشوهم عيشه فوق الريح. يعني ترموا نفسكم في نصيبه وتروحوا في 60 داهيه على حاجه انتوا ما عملتوهاش عشان تاكلوا قرشين وكلام فارغ كده؟ الله يخرب بيوتكم. ولو قلنا لا كنا هنترمي في مصيبه برضه. وبعدين العمده وعدنا ان هو هيهربنا من المعسكر، وفعلا صدق وعده وهربنا وقعدنا في الجبل عشان نبقى في امان. والله كانت يا كبير كل حاجه بتوصل لنا زي ما بنطلب. مظبوط يا باشا، المغاره مليانه اكل وشرب وكل حاجه، وحتى المزاج موجود. عمدة عطار لازم يموت فورا. لا عطار يموت ازاي؟ بالراحه بالراحه يا جنرال، اصل الموت ده فيه راحه. انت دلوقتي خلاص اتاكدت واحنا اتاكدنا، سيبني انا بقى ادبر الامر. انت بس اطلب وسيب اخوك سلطان الغمري هو اللي يخلص المساله دي. معقول؟ معقول ده يحصل؟ ازاي؟ ازاي ده يشرف بلد انا ابراهيم عطار عمدته؟ ما دول الانجليز، عايز توقف قصادهم؟ يوقفوا نص مش العمده. اسكت يا عتريس، الموال مش باقي الشعله لدلوقتي، وانت لسه صغير ما تدرش البعيدي. لا لا والف لا، انا انسكت على الحكايه دي، البس طرحه احسن. يا جناب دول الانجليز، احنا اول ما لقينا عساكر الانجليز داخلين علينا تسمرنا في مكاننا وما عرفناش نعمل حاجه خالص. يا دي المصايب يا ربي، دي ما دام حصل كده يبقى الفوله اتعرفت، واني اللي رحت في الرجلين مع الانجليز. وانت مالك انت؟ مش انا اللي جايبهم. اسكت يا ضاحي بلاش هلفطه في الكلام، اهدى يا جناب العمدة عشان نعرف نفكر.
الحكايه دي لازم تعدي من تحت دقنك يا عمدي، ولا كانها تهمك ولا حتى تعرفها خالص. يعني ايه يا عم جاسم؟ يبقى على راي ابويا دي بالصراحه احسن. اسكت يا عتريس، بلاش هلفط في الكلام، خلي الرجاله تتكلم والا اطلعك بره. اطلعوا بره دلوقتي يا رجاله لحد العمده ما يشوف ايه اللي هيجرى. ايه اللي هيجرى يعني؟ انا لازم اروح للجنرال وافهم ايه الحكايه. ما دام عساكر الجنرال هم اللي رجعوا العيال واهاليهم لبيوتهم، يبقى اكيد وعرف انك انت ماجرهم وانهم براءه، يبقى تروح لازاي على رجليك. يعني العيال جروا علي؟ طب جابهم منين وازاي؟ الحكايه دي ما خرجتش من يد الغمري. بتقولي وكيل شركه توماس السياحيه، اكبر شركه سياحه في مصر وفي بريطانيا كمان؟ طبعا سلطاني، ومين غيرك؟ استحي، انت اذكى واحسن حد في كايرو، ممكن امسكي كل الشركات بتاعه توماس اللي في كايرو. الله 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 عليكي وعلى جمالك وعلى مخك، مخك ده منور بينقط زكاوه كده وبرنت. والله سلطاني، بس انت لازم اعملي حفله كبيره علشان كل المسؤولين في شركه توماس اعرفوا مين سلطان جمري. خلاص ايدي على كتفك، اموري انت بس، واحنا يوم الخميس الجاي نعمل حفله بريفيكس ان شاء الله. نو نو سلطان جمري، نو خميس نو. انت لازم اعملي حسابك ان لما نعمل حفله تبقى حفله كبيره كبيره عشان يحضر فيها ناس مهمه كتير. خلاص شوف انت ايه المطلوب بالظبط وانا مستعد اعمل كل اللي انت عايزاه. يس انا فصالي، انت الباسي. مش فصال، اسمها انت فصل وانا البس. اعملي حسابك سلطان، خميس اللي جاي في حفله كبيره كبيره، كل المسؤولين في توماس يجي احضري حفله اللي انت اعمليها. كمان كارمن اعزمي كل جنرالات ومسؤولين ناس كبيره كتير انجليز، عشان ناس مسؤولين في توماس يشوف ناس مسؤولين انجليز يقول اه سلطان جمري اشتغل مع ناس مهم كتير، عشان كده سلطان مهم كتير كتير. الله 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 على التستيفه اللي انت بتستف فيها. مخك ده ايه؟ برلانت منور؟ الله اعلم، الظاهر ان انا هسمع كلامك بالحرف، وهيبقى لاول مره في الدنيا دي سلطان الغمري الملك اوف ذا ديزرت اللي هو انا حفيد الله يرحمه رمسيس الثاني، انا رمسيس الثاني نفسه، همشي ورا كلام واحده ست. بس ست ايه؟ مره بجد، مرض في رهب مليون راجل. ولسه فرعون رمسيس، لسه انا كمان اخليكي اكسابي الف والف والف كتير، الف فلوس كتير كتير، خلي كل الناس اجري وراكي عشان اشتغلي معاكي. الله عليك يا وش السعد، والفوقيات كتير. ها يس، هتعمليني الفي، انا احب اكون الفي، اصلا انا جدي رمسيس التاني ده الله يرحمه حكم مصر دي زياده عن 60 سنة، 60 سنة يعني، ربنا اداله الصحة وطولة العمر وحكم على كيفه، وكان ألفي كبير قوي هو كمان. ألفي ايه؟ ده هو اللي بنى كل المعابد اللي في مصر دي، فربنا يكرمنا على ايدك ان شاء الله ونبني معابد جديدة بإذن الله. خدي يا زينة اشربي ده، عم ابو زينة بيقول هيخليك زي الفل. اه مش قادرة يا شهبة، بطني سكاكين بتقطع فيه. ما انا قلت لك ما تاكليش من لقمه القاضي دي، ده انا بنفسي شايفه العجين لما خمر كانت ريحته معفنه. خلاص بقى يا شهب، اقول اللي حصل بقى. خدي يا بنيه تشربي ده يمكن تروجي. استر يا رب. زينه عامله ايه دلوقتي؟ بقيتي كويسه؟ مش قادره يا ابوي، تعبانه قوي قوي قوي. وبعدين يا بنتي الناس كلها عارفه انك هترقص النهارده، يعني المفروض بعد شويه صغيرين تكون واقفه بترقص على المسرح. اعمل ايه بس يا ناس، مش قادره. حرام يا ابو زينه، البت تعبانه قوي. معلش يا بنتي، تعالي على نفسك شويه، الدنيا كلها ترباكي. اه مش قادره، تعبانه. لا يا عم ابو زينه لا، احنا لازم نشوف حل تاني غير انها ترقص الليله دي. هيكون ايه بس الحل يا شباب يا بنتي؟ هيكون ايه بس الحل؟
اللي بترقص دي بنتي. ايوه والمصحف الشريف بنتي واسمها شهبي، واني اسمي حسيكي ابوها. ايوه ابوها. ودي ابنها، ابنها فرج. ما فيش حد فيكم ابن حلال يعني عاوز يخش الجنه يديني بريزه علشان اجيب بيها جلابيه للواد دستره وادعي له عند صاحب المولد؟ ها ما فيش حد؟ ما فيش. اهدي تعريفي وماله ما يضرش. صبرك ده دواء وده كله يحشى منك وده كله يجرى منك. فهمت المسألة وتعالى تعالى وبطل إوالة وتعالى تعالى تعالى وبطل إوالة. ده حبك يا عيني مسقعة باللحمة المفرومة، أنا أحب أفطر بيها أوي الصبح. ريحتها حلوة كتير. يا بابا. المسقعة بتاعتي خليته نطق عربي. أنا اللي عاملاها، وعاملاها إيه بقى؟ تحبها كده تحب تاكل صبعك وراها، بالفلفل الأرناؤوطي المشطشط، أصل أبوك الباشا بيموت فيه، وأنا بحب أعمل له كل اللي هو يحبه. أمال أبوه فين؟ كان بتاخد حمام وزمانها نازلة. كنت بقول يعني يا باشا انت مش ناسي حاجة بخصوصي؟ حاجة ايه يا ابني؟ يا باشا انا بقالي كتير محبوس في السراي، وانت كنت وعدني بحاجة كده يعني ولسه موفيتش بيها. ما تقلقش يا ابني ما تقلقش، انا بدور وبشوف وان شاء الله قريب قوي هرد عليك. وانا يابا ابنك اللي غلبان المؤدب اللي في البيت. نبي بس يعني قرشين بس لحسن، انا حالتي تصعب على الكفر يابا. احسن، ما هو انت اللي مكبر دماغك قوي في حكاية الشغل، وفين وفين لما بتنزل مع فاميليا تشتغل. بس على كل حال ولا يهمك، انا برضو هفتح ايدي معاك، ومش قرشين لا خليهم ثلاثة اربعة ان شاء الله. وانت حبيبي نو ثانك يو دار، انا مش عاوز اي حاجة، انا كده كويس كتير. Good morning dear. Good morning mom. حبيبي بتقعدي تاكلي معانا اللمة بتوكل. No thank you. بيلا yes miss. انا افطر في الجنينة. يلا يلا. عاوز ايه يا ام ده عطار؟ ممكن ندخل الخيمه نتكلم شويه؟ نو اتكلم هنا. ما ينفعش هنا يا جنرال، قصاد الرايح والجاي، هما كلمتين بيني وبينك. مفيش كلام بيني وبينك، انت واحد راجل مش تمام، وانا مش اهب اللي يلعب معايا. انقسم من عظمه، ده مغرز معمول فيا. انت مش تتكلم كلمه واحد بعد كده، وخد الكاريتا بتاعك وامشي من هنا بدل ما اخلي عسكري ياخدك ويمشيك. يا حول الله يا رب. طب هو سؤال واحد،
لقيتوا العيال دول فين؟ لقيناهم في المكان انت خبيتهم فيه ام ده. عرفت فين؟ انا برا برا. هلا جنرال، زي دكتور ريتشارد. دكتور ريتشارد، ويلكم ابورد. انا استنيت انت كتير عشان يجي ويشتغل. ثانك يو جنرال ماكسويل. انا كمان استنيت اجي. انا عايز كتير اشتغل ويفتح مقبره لخوفو. اسمعني دكتور ريتشارد، انا مش اقتنع الا بعلم. اي خرافه انت اسمعها هنا مش تصدقها. في علم يعني في حياه مش موت. أنا مش هخاف من أي حاجة جنرال ماكسويل. I love، أنا أحب الناس كلها اعرف وشوف إنه دكتور ريتشارد هو اللي اكتشف مقبرة لخوفو. Good، jolly good. أنا عندي أمل كبير فيك دكتور ريتشارد، وعشان كده أي حاجة أنت احتاجه أنا أجيبه ليك فورا. أنا زهقت يا ماما، وعايز أرجع لندن. فوزي حبيبتي، أنت هنا في مصر تقدري تعملي فلوس كتير كتير اكتر من لندن. بس انا زهقت. فوزي حبيبتي، انت لازم تستغلي مخك شويه، كمان تستغلي شغل يور داد سلطان واعملي بيزنس. انا هب داد، وصحيح هو طيب، بس انا مش هحب اقعد هنا. انا عايز ارجع لندن، عند اصحاب، عند بيزنس بتاعي، عند كل حاجه احبه. حبيبتي فوزي، انت هنا ممكن اعملي بيزنس بتاعتك، ومش لازم حبي حاجه. انت بس قولي كلام كويسه خلاص توصلي للي انت عايزاه. بس انا هنا مخنوق، مش حد يحبني ومش يحب حد. مش لازم حد يحبك، ومش لازم انت حبي حد. لازم ابقي واحد بيزنس مان كبيره. لما تبقي بيزنس مان كبيره تقدري تختاري تعيشي في مصر ولا في لندن. اوكي اوكي مام. اوكي ماي بيب. عبد الله قال اللي انت عايزه. قلت اكيد اللي انت لقيت العروسه يا باشا. وانا على المصفحه. طب ايه قولك ان انت طلعت المره دي صح فعلا؟ لقيت لك عروسه. بنت ايه؟ بنت شيخ عرب، يعني ابوها راجل مية مية. يا باشا مش مهم ابوها، مهم البنت حلوة. شوف الواد اللي مش مهم ابوها. يا اخويا حلوة وزي القمر، بدل العك اللي انت بتعكه. طب ما يلا بينا بقى يا باشا نروح نكتب الكتاب. مستعجل على ايه يا نيلة؟ اهمل، ما احنا هنروح. يعني هو انت طلبتها من ابوها يا باشا ولا ايه؟ ولا الضالين امين. نشكر الله ونحمد فضله. مبروك يا عج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك عج. مبروك يا ابني يا كرم. الله يبارك فيك يا باشا. طب واكد الكتاب امتى بقى ان شاء الله؟ يا واد ما تتسربعش، استنى شويه. الف مبروك يا كرم يا اخويا، ربنا يتممك بخير. ربنا يخليك يا حامد، عقبالك تعيش. حدد معاك كتب الكتاب، ابنك مستعجل. ان شاء الله بعد يومين اتنين. انين هنعمل كتب الكتاب والشبكه. يومين؟ وعلى ايه السجال ده يا كبير؟ صلى على النبي، خلي العيال تفرح يا عم الشيخ. في ايه؟ افرحوا. مبروك حبيبي. مبروك. ربنا يخليك لينا. ربنا يتمم لك بخير ان شاء الله. بعد بكره؟ بعد بكره ليه؟ وليه الاستعجال ده يا كبير؟ ليه كده يا أمّا؟ ما تخليكي محضر خير. بصراحه ربنا انا عايز اخلص بقى عشان افضى للحفله الكبيره اللي عاملها اخر الاسبوع، وبعدين نفضل فرح سبع البروم ولا كمان. وبعدين يا اختي بعد بكره ده مش قريب قوي، وابنك بالصلاة على النبي ما بيصدق يشوف البت من هنا، وهي النظرة الأولى يعقد عليها على طول. وماله يا بدري، ما هو راجل وسيد الرجالة، أصله طلع زي أبوه بالظبط. وعموما يا أختي مش أحسن برضه ما يطلع كده ماشي وداخل ورايح وجاي، مش دريان بروح ولا باللي حواليه. إيه التلطيش ده؟ تقصدي إيه بقى يا فاطمة؟ دريان يا ولاد، تقولي
انتوا هتعلوا صوتكم وانا قاعد؟ جاتكم المصايب. بعد اذنك ابويا، عاوز اتكلم معاك في كلمتين على انفراد. خير يا حبيبي؟ بصراحة كنت عاوز اقول لك على حاجة كده ومكسوف، بس هقولها لك. انا عايزك تجوزني. مش معنى يعني هتجوز كرم اخويا الصغير؟ انا بعمل كده وانا متضايق، متضايق بجد اني اجوز الواد ده قبلك انت يا كبير يا عاقل. بس اعمل ايه؟ الواد ده غلبني، كل وشي، فضحنا وسط الناس. بس ده كده يعني هتجوزه وهتريحه؟ انا جوزته علشان ارتاح وانتوا ترتاحوا والناس ما تاكلش وشنا. ايوه يا ابويا، ما هي هيها برضو، يعني هتريحه في الاخر. مش فاهم انت عايز توصل لايه يا ابني. انا ان كان عليا نفسي اجوزك النهارده قبل بكره، وضحنا فيها. هو مش جوازه بعد بكره؟ طب ايه قولك بقى؟ انا اقسم بالله مستعد اجوزك بكره وتتجوز قبلي. بتتكلم بجد يا ابويا؟ طب والنبي يا ابويا، امانة عليك، قوم اخطبها لي دلوقتي. من العين دي قبل العين دي، بس بشرط. ايه هو؟ ما تكونش البيت اللي انت قلت عليها قبل كده. ابويا صدقني انا مش عايز اتجوز غيرها بصراحة، يعني انا لو ما اتجوزتهاش مش عايز اتجوز. جرايا علب، انت بتهددني؟ لا يا ابويا انا ما اقدرش اهددك. يا ابويا اعمل معروف، جوزني الجوازة دي مش هكلفك ولا مليم. يا حبيبي يا كريم، لا كلفني، كلفني اللي ورايا واللي قدامي، بس تتجوز جوازة عدلة. يا ابويا حرام عليك، بقولك بحبها ونفسي اتجوزها، مش عايز اعمل حاجة من وراك. اسمع يا علب، يمين بالله العظيم تلاتة، لو عملت الحكاية السودة دي لا انت ابني ولا عرفك، لا هخش لك بيت ولا لساني هيجي على لسانك، ولا عايز اعرفك من اصله. كلام ايه ده يا سلطان يا اخويا؟ يعني ايه ما توقفش لابنك في جوازته؟ الله، ده على كده انتوا عملتوها جوازة بقى. وايه اللي يمنع انها تبقى جوازة؟ البت دي كحيانة وملهاش عازة. الفقر ما هوش عيب ولا حرام. يا عم الشيخ، ده انت راجل ازهري، انا اللي هقول لك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المرأة تنكح لأسباب، لجمالها ومالها وحسبها. نسيت اهم حاجة يا اخويا، لدينها. ورسول الله عليه الصلاة والسلام حضرته أكد في آخر الحديث وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحمد لله أنا عندي إخلاص بنت مؤدبة ومتربية، والأهم من ده كله إن أنا اللي عاوزها. عايز إيه تاني يا كبير؟ الولد بيقولك إنه عايزها، وحامد عاقل وراسي، ما هوش مطيور ولا طايش، يعني أكيد راعى ربنا وهو بيختار. برضو لا. اسمع يا سلطان يا أخويا، أنا طول عمري نصرك في الحق واقف في ظهرك، لكن في الظلم لا 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 يا سلطان. وأنا عمري ما هوافق. يمين بالله لا أسأل على البنت وأشوف سيرتها بنفسي، وإن طلعت تستاهل تمسك حامد بيها لأخطبها له بنفسي لو فضلت مصر على عنادك. وأنا مش هوافق يا حاج. ولا الضالين آمين. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عم الحاج عبد البر، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا منظور. اقوم بقى ابارك للعروسه واقول لها تجيب لكم الشربات. مالك يا حامد يا ابني؟ لا ابدا ماليش يا عم عبد الله، بس كان نفسي ابويا يبقى موجود معايا ويفرح لي، بس خساره. Look, General, Dr. Richard mad, come on. No, 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 Mr. Johnny. Dr. Richard مش موته لعنة فرعنة. Dr. Richard مش موته لعنة فرعنة. دخلت مقبرة لخوفه؟ Very good.
أنا فعلا دخلت مقبرة وكنت أنام على ظهري أقرأ نقوش فوق بوابة داخلي، لكن دي مش هي مقبرة لخوفو. دير جاد، بعد كل ده مش مقبرة لخوفو؟ إيس جنرال، دي مقبرة لقائد كبير مش معروف، لكن جوا عند تابوت شور نعرف اسمه هو قائد. ومات ليه برادو مانويل ودي مش مقبرة خوفو؟ هاي دان تنهو جنرال، مقبرة في حاجات كتير مهم. So what؟ لكن مش في خوفو وسر هرم أكبر. وصل يا كبير. يا مرحبا. اهلا فضيلة الشيخ. الف مبروك يا كرم. مبروك. الف مبروك. كفايه مباركه بعد كتب الكتاب. يلا 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 يلا. انا قصدي انت بتقول لي ابني انا يلا. انا ما اقصدش قصدك ايه وديك ايه. يخرب بيت ده فرح على البيت اللي فيه. يلا بينا، مفيش فرح ولا نيله. يا حاج المصايب يا كبير. انا يلا مع ورايا لناس ولاد ادب. بس ذات كل ناس كافي مانو. أنا كمان كنت كافي مانو. Oh my God! إزاي أنت داري يعيشي مع كارمن؟ داد، أنت عرفي كويس إن أنا أقدر يعيشي مع شيطان نفسه. بس ذات كل ناس حب في نفس وقت يخاف مانو. Right فوزي. Right you are. داد، أنا جيت النهاردة مخصوص عشان أدعيك على حفلة كبيرة سلطان أعملها بمناسبة إن هو أخذ من شركة سياحة كبيرة جدا يكون هو مسؤول نمبر وان هنا عن السياحة في مصر. Very good. Sure أنت عملتي كده كارمن؟ Yes dad. أنا كلمت الناس كتير عشان سلطان، هم أعرفوه وحبوه ورحبوا جدا بشغل معاه. حفلة يوم إيه كارمن؟ يوم خميس dad. كم مين ده اللي فيه احتفال ضخم كده بالطريقة دي؟ مش عارف فخامتك والله. تحب جلالتك نروح نشوف العبارة ايه؟ يلا. مرحب يا مرحب. اهلا اهلا بشيخ العرب. يا مرحب بينا. انا من بلدي. ضيفنا كده من غير معرفه يا انتوا ضيوفي طبعا. مش ضيوف ازاي ما دام جيتوا في المنطقه بتاعتي تبقوا ضيوفي وفوق راسي كمان. شرفتونا يا صدر سعادتك. يا مرحب بيك وضيوفك. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. يا مرحبا.
اهلا بالضيوف. اهلا اهلا. اجدع حاجه عندك يا ابني ضايف الضيوف. اتفضل. يا مرحبا. اهلا اهلا نورتونا. تبنك من ضيوفك يا غبي. ضيوفك او سعادتك قلتها، انما انتوا قرايب والقريب اولى من الغريب. انتوا ولاد البلد. يا مرحبا يا مرحبا. يلا فسخ، مد ايدك وكل. يا مرحبا. خد انت يا دوب دي على قد سعادتك. امسخ امسخ. اتفضل والنبي كل حاجه. لا لا متشكر. بس بجد ما جيتكم شرفتنا النهارده. انتوا اكيد كنتوا تايهين في الصحراء. حقيقه اه. ما تفسخ يا عم وتاكل. بابا جنرال ماكسول عايزك. بابا جنرال ماكسول ايه وخيبه ايه؟ انا قاعد مع ضيوف. قول له يهوينا، دول ولاد بلدي ان شاء الله يكونوا خدم، انما الراجل غريب. اهلا اهلا يا مرحبا. قول يا عم الشيخ. الله، عارف انت ما اكلتش حاجه، مش هتاكل ولا ايه؟ لا معلش انا هجيلك مره تانيه. لا كلام، على كل حال شرفك. اهلا بيك يا شيخ العرب. انت راجل ابو الكرم كله. حاسب يا ابني، شرفت. الف الف سلام يا مرحبا. تحب اجيب لسعادتك دليل يعرفك السكه في الصحراء؟ لا معلش احنا عارفين طريقنا كده. شكرا ليك. على كل حال انا موجود هنا طوالي، اي وقت تيجي اسال على سلطان الغمري. متشكرين يا غمري بيك. ربنا يكرمك يا شيخ العرب بيك. مع السلامه. مع السلامه. راجل وطني وبيحب ولاد بلده. صحيح جلالتك. مين الضيوف دول يا ابويا؟ ضيوف ايه؟ دول مش ضيوف يا ابني. مين دول اللي انت مهتم بيهم قوي كده؟ ده مولانا صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول ملك مصر والسودان. البيت بتابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. قاعدين ومرقدين الليلة فيها إنا أصل اللي معرينا. هم اللي كسونا. البيت بتابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. البيت بتابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد. ناس في المقدر طلعها عايزين ياكلوها ولا قال ايه هيقلدونا. ناس في المقدر طلعها عايزين ياكلوها ولا قال ايه هيقلدونا. لا ده احنا ما نتثبتش جامدين ما بنتفتفتش. لا ده احنا ما نتثبتش جامدين ما بنتفتفتش ولا بناخد صابونا. ساكتين ومركزين قاعدين ومرقدين والليلة فيها إنا أصل اللي معرينا. هم اللي كسونا.